وسل أيوب عن ركبة كانت فيها شفاه، وسل هدهدا تعجب قائلا ألا يسجدوا لله، وسل العجل الحنيز وضع جبريل يده عليه فدبت فيه الحياة. وسل موسى وفتاه وأخاه لما ألقى عصاه، وسل مريم لما أشارت إلى ابنها قال إني عبد الله، وسل الخليل إبراهيم شهد الإله له إن إبراهيم لحليم أواه، وسل سارة لما مد الفاجر يده عليها فشلت يداه، سل عن محمد فاسم محمد يعطر الأفواه، إن تكلم فالنور يخرج من بين ثناياه، وإن صمت فالنور يعلو محياه. محمد ارتقى وارتقى وارتقى حتى وصل إلى سدرة المنتهى، جبريل يتوقف ومحمد يتخطاه. سل عن محمد الليلة معراجه ومسراه، إذ أحيا الله له الأنبياء في حياة يا لها من حياة، وصلى بهم إمام في صلاة يا لها من صلاة. ترى أي قرآن في تلك الصلاة تلاه، كفاه أنه من صلى على محمد صلى عليه الإله وعفاه. محمد لا ينام قلبه وإن نامت عيناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة لروح كريمة طيبة صائمة صامت شهرها وقامت ليلها وأدت زكاتها، روح المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ المحاسب أسامة عبد المقصود ستو بالهيئة الوطنية للصحافة، نجل الأستاذ عبد المقصود ستو عضو مجلس الشعب والشورى سابقا وعضو لجنة الحكماء العرب بجامعة الدول العربية، وجميع العائلة الكريمة يتقدمون جميعا لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير. الله أسأل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة يتساقط على هذه الروح الطيبة الطاهرة الصائمة بردا وسلاما. بردا وسلاما، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. استضفنا لحضراتكم علم من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، تأدب بأداب القرآن فرفعه ربي مكانا عليا، تواضع لعباد الله فأحبوه،
ولصوته الشجي الندي عشقوه. قالوا اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والقارو الذي نسعد به دائما كلما سمعنا صوته عبر اسير اذاعه القران الكريم. والمحكم الدولي في المسابقات القرانيه العالميه ومؤسس معهد الطاروط لاعداد القراء والمبتهلين فضيلة القارئ العلم الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله إن في خلق
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما
ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع لمن يؤمن بالله وما
خاشعين لله
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا صدق الله العظيم. أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فأصبحت مسكا يفوح بيانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فأصبحت مسكا يفوح بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. يا رب أكرم من يعيش حيا في خدمة القرآن لا يتوانى، وارحم يا رب به من اجتمعنا في تكريمه الآن. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحب هذه التلاوة العطر آيات الله البينات من كتاب الله العزيز الحكيم التي يتلوها علينا فخر قراء محافظة الشرقية، بل فخر قراء جمهورية مصر العربية، قارو اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمحكم الدولي في المسابقات القرآنية العالمية، ومؤسس معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، والمقيم والمعروف بمدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ العلم الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي. نقلنا لحضراتكم تكريما لروح كريمة طيبة طاهرة صعدت إلى ربها في أحب أيام الله المباركات من شهر شوال، روح المغفور له بإذن الله تعالى أستاذ المحاسب أسامة عبد المقصود ستو، نيابة عن الأستاذ عبد المقصود السعيد ستو. تقدم لحضراتكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لتقديمكم لنا واجب العزاء. السيد الأستاذ عبد المقصود السعيد ستو يتقدم للسادة المستشارين ورجال هيئة الدولة وأعضاء مجلس النواب، وإلى السيد المستشار محمد بيك حمدي، السيد المستشار أحمد بيك طلبة، والهيئات السياسية والدبلوماسية الذين جاءوا وقدموا واجب العزاء. سيد اللواء محمود عواد الذي جاء وقدم واجب العزاء. نقلنا لحضراتكم من داخل السرادق المقام والسيد العميد بيك محمود محمد الخلاني الذي جاء للأسرة الكريمة ليقدم لهم واجب العزاء، رئيس فرع البحث الجنائي الذي جاء وقدم واجب العزاء.